نعم. التبرع بالدم نفس الشيء. كذلك التبرع بالدم لا يفطر. لا يفطر. وإن كان الأصل الإنسان لا يتبرع بالدم في وقت النهار إذا كان يعرف من نفسه أنه إيش؟ قد يتعب. إذا يعرف من نفسه أنه يتعب فإنه لا يتبرع بالدم حتى لا يقول بعد ذلك أنا الآن محتاج أني أفطر. إلا إذا كان في حاجة هنا. وهنا نرجع إلى إيش؟ من أفطر لأجلي غيره. إذا كان هلك أو شيء لازم التبرع الآن، رجل يبي يموت كذا، هنا يتبرع بالدم ولو أفطر ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم.